السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله يقول إعدادي، هنكمل مع بعض يا أولاد شرح منهج الإنجليش من كتاب المعاصر الترم الثاني 2024 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. انتهينا بفضل الله يا أولاد من شرح جميع دروس وحل تدريبات الوحدة السبعة يونت 7 حوز الويك إند، والنهاردة معانا حل اختبارات شاملة على الوحدة. النهاردة حل اختبارات شاملة على الوحدة يا أولاد السبعة يونت 7. أول حاجة عندنا بيد نمبر 52 صفحة 52، questions collected from previous exams، تدريبات مجمعة من اختبارات المحافظات على يونت 7 على الوحدة السابعة. يا ولاد بنبدأ نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ومتابعة لصفحة الفيسبوك عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. اول حاجة معانا بيقول لك complete the following dialogue، هنكمل المحادثة. منى اند دينا ار توكينج اباوت ميوزك، بيتكلموا عن الموسيقى. منى بتقول لدينا did you like classical music، دينا بتحب الموسيقى الكلاسيك؟ هتقول لها ايه؟ yes I do. سألتها سؤال تاني، قالت لها I will go to the concert next week، هروح الحفل الموسيقي الأسبوع القادم. يبقى هتقول لها ايه؟ when will you go to the concert؟ when will you go to the concert؟ سألتها سؤال تاني، قالت لها yes I have the tickets، انا معايا التذاكر. يبقى تقول لها ايه؟ do you have the tickets؟ do you have the tickets؟ can I come with you، تنفع اجي معاكي؟ تقول لها yes of course. thank you زينة، شكرا يا دينا. هتقول لها ايه؟ You are welcome، على الرحب والسعة. It's true the correct answer from A, B, C or D. Selma is going to the north. سلمى هتروح فين؟ She loves riding on the big wheel، بتحب تركب عجلة الملاهي. يبقى هتروح الفان فير الملاهي، بلانيتيريوم القبة السماوية، سبورت سنتر المركز الرياضي، ولا اكواريوم معرض الاسماك. هتروح طبعا يا ولاد الفان فير الملاهي. I write what happens to me every day، بكتب كل حاجة بتحصل لي يوميا. ان ايه يا ولاد؟ في فوتوز، سوري فوتو في صورة، ولا دايري المفكرة، ولا دايري منتجات البان، ولا سيرش في البحث. طبعا ايه في الدايري؟ دايري يعني مفكرة. all pupils كل التلاميذ wear a blue note with black shoes، كل التلاميذ بيلبسوا بلو ايه يا ولاد؟ وحذاء اسود. فور ولا فارم ولا فريم ولا يونيفورم؟ بلو يونيفورم يعني زي، لونه ايه؟ ازرق. يونيفورم يعني زي. I not shopping yesterday morning I bought lots of things، عايز اقول ذهبت للتسوق بالامس. I had ولا took ولا went ولا gave؟ طبعا I went shopping، ذهبت للتسوق، عشان عندي كلمة ايه يا ولاد؟ yesterday. How not your weekend did ولا does ولا was ولا do؟ طبعا how was، كيف كانت اي عطلة نهاية الاسبوع. حسن a football match 2 days ago، منذ يومين، حاجة في الماضي برضو. watches ولا watch ولا watched ولا is watching؟ طبعا ايه watched، شاهدة مباراة كرة قدم منذ يومين. my uncle عمي not his car in 2006 is buying ولا buy ولا buys ولا bought؟ طبعا bought، اشترى السيارة في عام 2006. I will go to the north، سوف أذهب إلى نقط. to watch the football match، علشان أشاهد مباراة كرة القدم. هروح البارك ولا الستاديوم ولا ميوزيوم ولا فان فير؟ طبعا هروح للستاد الستاديوم. what not of music do you like؟ قال الجاز. الجاز ده جيم، لعبة، سبورت، رياضة. طيب نوع من الموسيقى ولا هوبي، هواية؟ طبعا طيب. in my not all سوري علي is clever boy، علي is a clever boy، ده ايه ولا think، افكر، opinion في رأيي، address عنوان، weekend طبعا in my opinion في رأيي. 53 صفحة 53 test on unit 7، عندي اختبار على الوحدة السابعة. وأول سؤال listen and choose the correct answer from A, B, C or D، هنسمع نص الاستماع علشان نختار الإجابات يا ولاد. النص
روبنسون كروزو is an adventure story. روبنسون كروزو ده قصة ايه يا ولاد؟ قصة مغامرات. روبنسون كروزو was a sailor كان بحار. one day ذات يوم his ship sank سفينته غرقت because there was a really terrible storm كان فيه عاصفة سيئة جدا. he swam to a nearby island وقام بالسباحة إلى جزيرة قريبة. يلا بينا بقى نجاوب على الأسئلة. number one روبنسون كروزو is a or an story قصة ايه؟ adventure مغامرات، كوميك كوميدية، سكاري مخيف، history تاريخ طبعا adventure. روبنسون was a or an كان scientist عالم، دكتور طبيب، سيلر بحار، بايلوت طيار طبعا كان سيلر بحار. his ship سفينته sank غرقت because there was a not storm العاصفة كانت ايه؟ مودرن حديثة، ويك ضعيفة، سلو بطيئة، تربل سيئة طبعا تربل storm. he swam to a nearby سبح الى ايه قريبة؟ village قرية، island جزيرة، سيدي مدينة كبيرة، ولا هاوس طبعا راح الايلاند. السؤال التاني complete the following dialogue. هبة and هالة are talking about music بيتكلموا على الموسيقى. هبة بتقول لهالة I like music very much and you أنا بحب الموسيقى وانتي. هتقول لها طبعا ايه؟ me too أنا أيضا. سيدة سؤال I prefer jazz هتقول لها ايه؟ what kind of music do you prefer. لو قلت لها I like كنا قلنا what kind of music do you like تمام، على حسب الفعل اللي عندي بسأل بيه. هبة سألت هلا سؤال قالت لها حكيم is my favorite singer تبقى تقول لها who is your favorite singer من هو ايه مطربك المفضل. قلت لها حكيم. do you want to play music in a band هل تريد ان تعزف الموسيقى في فريق موسيقي؟ هتقول لها مثلا ايه؟ yes I do I will help you انا هساعدك. قلت لها ليه حقا؟ طبعا ايه thank you شكرا لك. reading comprehension قطعة الفهم. read the following then answer the questions. Cinderella is a fantastic imaginary children's story. سندريلا قصة خيالية رائعة للأطفال. After her mother this بعد موت أمها. her father soon married another woman باباها على الفور تزوج من سيدة أخرى. with three daughters معاها ايه؟ تلات بنات. when she married Cinderella's father لما اتجوزت بابا سندريلا. Cinderella had to live اضطرت سندريلا ان هي تعيش فين يا ولاد؟ والزم معاهم لصفحة كام؟ 54 54. the woman was so wicked وايكد كانت ايه شريرة. كانت wicked يعني يا ولاد شريرة and cruel وقاسية قاسية cruel. she made she يعني هي تعود على مين؟ على الومن السيدة. جعلت سندريلا work hard تعمل بجد day and night ليل ونهار and left her own daughters play وسابت بناتها يلعبوا. يبقى كانت بتشتغل في البيت مين لوحدها؟ ولاد سندريلا وسابت بناتها يلعبوا. her father was so weak أبوها كان ضعيف جدا شخصيته ضعيفة and he couldn't prevent his new wife ولم يمنع prevent يعني يمنع زوجته الجديدة new wife from being cruel to his sad daughter ما قدرش يمنع زوجته الجديدة ان هي تكون قاسية مع ايه؟ مع بنته الحزينة. luckily the prince الامير invited all girls دعا كل البنات to his palace الى قصره قصر palace to choose his future wife لكي يختار زوجة المستقبل. يبقى يا ولاد الامير دعا كل البنات علشان يختار منهم زوجة المستقبل. all girls went in best clothes كل البنات راحت لابسه ايه ملابس جميله جدا. سندريلا
had nothing to fit the party، ما عندهاش حاجة تناسب ايه الحفلة، يعني ما عندهاش هدوم كويسة تروح بيها ايه البارتي ايه الحفلة. But with the help of magician woman اللي هي ايه الساحرة والمرأة الساحرة، she got the best dress، بقى عندها فستان جميل جدا. Later on she married the prince، وفي النهاية هي اللي اتجوزت الايه الأمير. It choose the correct answer from A, B, C or D. All girls، كل البنات went to the prince's palace، راحوا قصر الأمير. So he could choose his future، عشان يختار ايه daughter ابنة المستقبل، friend صديقة المستقبل، wife زوجة المستقبل، enemy العدو، طبعا عشان يختار الزوجة، enemy يعني عدو. What do you think the word prevent means؟ كلمة prevent يمنع، معناها stop يمنع، ولا increase يزيد، ولا open يفتح، ولا choose يختار؟ طبعا ايه stop. بعد كده the underlined word she تعود على مين يا ولاد؟ refers to Cinderella، ولا Cinderella's mother ماما سندريلا، ولا the new wife الزوجة الجديدة، ولا one of the girls أحد البنات؟ لأ، تعود على مين يا ولاد؟ ال new wife، كانت بتخليها ايه تعمل ليل ونهار. What is the main idea of the passage؟ ايه الفكرة الرئيسية للقطعة أو للنص؟ story of Cinderella، قصة سندريلا. Do you think Cinderella lived happily after her father's marriage؟ هل تعتقد ان هي عاشت حياة سعيدة بعد زواج باباها؟ Why why not، لماذا ولماذا لا عاشت حياة سعيدة يا ولاد؟ هنقول no، لا. طب ليه؟ because the new wife، لأن الزوجة الجديدة مالها يا ولاد؟ is so wicked and cruel. عندك في القطعة لأنها كانت وجد شريرة وهي أولاد وكرول وقاسية. طيب how did Cinderella get a beautiful dress؟ إزاي حصلت إيه سندريلا على الفستان الجميل؟ هنقول by the help of a magician woman، المرأة الساحرة. It choose the correct answer from A, B, C or D. Wise people، الحكماء، make good shopping decisions، ولا fun ولا equipment، طبعا ياخدوا ايه ولاد قرارات سليمة. The machine، الآلة، is making allowed، بتطلع ايه عالي، voice صوت ولا view ولا sound ولا interview؟ طبعا هناخد ايه sound، لان دي ولاد صوت بشري، صوت البشر، لكن دي صوت الاشياء اللي هو الساوند. 55 I knocked on the big wheel at the fun fair yesterday. I drove ولا ريد ولا climbed ولا رود؟ طبعا I rode on، يعني ركبت ايه عجلة الملاهي في الملاهي. Not did you feel when you started a new school، عايز اقول شعرت بايه لما بدأت ايه المدرسة الجديدة. which ولا who ولا how ولا where؟ طبعا how did you feel، كيف ايه شعرت. What not you do last Sunday، ماذا فعلت السبت او الاحد الماضي. I studied geography، درست geography. What did ولا what do ولا what are ولا what where؟ طب أنا عندي حاجة في الماضي هسأل عنها بمين، بديت بيجي بعدها الفعل في المصدر. What did you do؟ It was a terrible day، كان يوم سيء جدا. My team lost 5-2. Although، بالرغم من ولا because ولا so ولا however؟ اليوم كان سيء عشان ايه يا ولاد؟ because my team لوست، لأن فريق ايه خسر. when you put a stone in water، لما تضع حجر في المية يحصل له ايه؟ it floats، يطفو. thinks، يفكر.
سينك يغوص ولا ثانك يشكر؟ طبعا سينكس يغوص. I always أنا دايما سيلفيس with my mobile. تيك سيلفيس ولا باي ولا سيل ولا ريد؟ يلتقط سيلفي يعني تيك سيلفيس. We had our own weekend. I broke my left arm. دراعي الشمال اتكسر. يبقى الويك اند بتاعك كان تربل سيء ولا فانتاستيك رائع ولا انترستنج مثير ولا وندرفول رائع؟ طبعا ايه تربل سيء. نوت مينز يوزنج ايدياز، انك تستخدم الافكار. اور ويز او ايه طرق. ذا بيبول فيرست يوزد الونج تايم اجو، تستخدم ايه افكار او طرق استخدمت ايه قديما. ده تربل ولا تراديشنال ولا اميزنج ولا بوبيولار؟ طبعا ده تراديشنال يعني حاجه تقليديه. Complete the sentence with the correct form of words in brackets. Have you got a new jacket? عاوزين نصحح بقى. هل لديك جاكيت جديد؟ No I don't ولا No I haven't؟ No I haven't. غادة sweeps the floor yesterday. عايزة حاجة في الماضي. الماضي من sweep swept. بعد كده I like jazz and I don't like opera. حاجة بحبها حاجة مش بحبها. أربط باند لا أربط ببط. What day is yesterday؟ حاجة في الماضي، يبقى الماضي من is was. What day was yesterday يعني بالأمس كان إيه. Write a paragraph about 80 words on a terrible weekend you had. نهاية أسبوع سيئة يعني ايه؟ ويك اند سيء انت قضيته. موجود في نهاية الكتاب صفحة 315. أي موضوع بيجي في كتابه المعاصر بيكون الموضوعات كلها ولاد موجودة في نهاية الكتاب. تمام، نقلب بالصفحة 56 صفحة 56. stop here. Many tests on unit 7 على الوحدة السابعة for الأزهر students لطلاب الأزهر. Supply the missing parties in the following dialogue. أكمل الأجزاء في المحادثة التالية. تامر asks his friend طارق about his favorite hobby عن الهواية المفضلة. تامر what's your favorite hobby؟ إيه هوايتك المفضلة؟ قال له حاجة. فتامر قال له when did you start playing music؟ يبقى الهواية المفضلة إيه؟ عزف الموسيقى. بيقول له إيه؟ I like playing music. امتى بدأت؟ هيقول له مثلا ايه last month الشهر الماضي اي حاجة. What musical instrument؟ ما هي الآلة الموسيقية. Do you like playing؟ بتحب تعزفها؟ قال له I like playing the trumpet، بحب أعزف على trumpet. سأل سؤال قال له my uncle taught me، تبقى هو taught you to play the trumpet. مين علمك تعزف على الترومبت؟ بعد كده choose the correct answer from ABC or D. تعال نختار. What not they do yesterday؟ عاوز أسأل بفعل مساعد في الماضي. أسأل بال does ولا بال do ولا بال did ولا بال doing؟ طبعا بال did. What did they do yesterday؟ ماذا فعلوا بالأمس؟ You can see the planets. يمكن أن ترى الكواكب. And the stars والنجوم. أدس إيه يا أولاد؟ أكواريوم معرض الأسماك. بلانيتاريوم قبة السماوية. لايبراري مكتبة ولا هوسبيتال؟ طبعا في البلانيتاريوم القبة السماوية. They happy last week. They were sad. كانوا حزناء، يبقى ما كانوش سعداء. didn't ولا wasn't ولا weren't ولا doesn't؟ اخد طبعا ايه يا ولاد weren't، لم يكونوا سعداء. they weren't happy. my father abby an important decision yesterday. قرار ياخد قرار يعني made ولا had ولا would ولا visited؟ طبعا ايه يا ولاد هناخد made a decision يعني ياخد قرار. كروزو wrote a note of what happened to him on the island. كان بيكتب ايه اللي بيحدث له على الجزيرة.
دايري منتجات البان ولا دايري مفكره ولا جنجل غابه ولا طيب. طبعا كان بيكتب ايه يا ولاد؟ كان بيكتب الدايري مفكره. ايه الترتيب؟ ونبدأ بالكلمه اللي تحتها خط. اي سو I saw رأيته an exhibition رأيته عرض about dolphin رأيته ايه عرض الدولفينز. روبنسون كروزو is an adventure story قصة مغامرات. my father drove us to the park بابا وصلنا بالسيارة إلى الحديقة. last week الأسبوع الماضي I spent a really nice weekend. قضيت نهاية أسبوع حقا إيه رائعة. Write a paragraph of 5 sentences on your last weekend. عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بك. كل ده موجود قلنا في نهاية الكتاب صفحة 315. في بيقول لك ايه your fantastic weekend اللي هو ايه عطلة نهاية الأسبوع الرائعة. ممكن تكتب الجمل ايه عليها من هناك. تمام صفحة 315. كده يا ولاد انتهينا بفضل الله من حل اختبارات شاملة على يونت 7 الوحدة 7 من كتاب المعاصر أولى إعدادي. انتظرونا ان شاء الله الفيديو الجاي ولا نبدا مع بعضنا يونت 8 الوحده الثامنه. في انتظار دعمكم المستمر لينا بلايك للفيديوهات شير للفيديوهات اشتراك في القناه متابعه لصفحه الفيسبوك مس هبه رجب عشان يصلكم ان شاء الله كل جديد. بتمنى لكم نجاح بار والتوفيق باذن الله. كانت معكم مس هبه رجب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.